بتفكر تاكل ايه، بتفكر تلوخ ايه، انما هتفكر زي انا. طموح انت قوي، طموح وحمار يا عيني. يا ولد مكسح وضغرنا بقد كده وبيفصل بدله عند واحد سنكري. طموح يا خي، طموح. وبصراحة أنا منيق ووارم منك. هي كلمة قلتها وهتتنفس. ما هو
موضوع زي ده لازم يوافق عليه رغبه بيه شخصيا. اتفضل روح خد موافقته. اروح لاوروبا؟ ايوه سافر لاوروبا. انت دلوقتي ازاي؟ انا هوديك لوب. حد فيكم عايز يسافر؟ حلو. اللي جابك؟ عمر. عمر فكر في حاجه خطيره جدا. نفذ اللي بيقول لك عليه. ايوه بس اسمع الكلام. هو كده ومش عايز اي معاقبة. ايه انت جيت؟ قالك ايه؟ اتفضل اشرح. اشرح خطتك. اهو كده ناس تخاف ما تختشيش. This is the great Lupin speaking. Yeah. What? أنا واحد معجب بيك وعايز أقدم لك خدمة. بقول إيه؟ تحب تشوف منى؟ منى؟ ما تضربش الجرس. لم يحدث الجرس بعيد. ماذا؟ أين؟ متى؟ كيف؟ كان؟ أخواتها؟ كاميرا؟ لماذا هو الذي هو كاميرا انت؟ الكاميرا مهمة جدا، والأهم من كده إنك تيجي لوحدك وما تبلغش حد من البوليس، وإلا منى هتضيع. رفاق ده ظريف أوي، لكن يا ترى منى هتوافق؟ غصب عنها هتوافق. إزاي؟ أظن هتقول لما تخش الحمام. لا يا عم، مفيش حمامات بعد كده. أنا اتعقدت من الحمامات واتعقدت من الحموم كمان. أمال هتقنعها إزاي؟ هتشوف. تمام يا بروفيسور؟ كله تمام يا جي. برافو برافو. شكرا. حاجة بسيطة عشان المعسل. شكرا. برافو. يعني هي دلوقتي هتشوف بنفسك. ورايا. Thank you.
تستطيع على الحمار استطعت على غطاء الحمار. لما انت عارف انك هتشوف منى ليه ما اديتنيش خبر؟ من تحدث معي في المسرة قال لي الا احضر سيرة لاحد وانا لست فتان. يا سلام يا عين، ما انا كنت سيادتك اديتني خبر كنت اديت الصلب كنت اقدر امنعها، والمصيبة ان كل الشهود اتعرفوا عليها. العصابة ممكن تنكر لكن هي لا. واتفضل، ادي صورتها اكبر دليل على جريمتها. تصوير رائع. هو ده اللي عجبك؟ والعمل؟ العمل طبعا هطلع منشور بصورتها واقبل بالقبض عليها فورا. اتصل وياي. شفتوا يا حضراتكم؟ اهي منى اصبحت زي الخاتم في صباع اي واحد فيكم. مجرمه هربانه من البوليس، تقدر تنكر؟ لا طبعا. وبالشكل ده كمان قدرت انتقم منها. والفلوس؟ فلوس ايه؟ الفلوس اللي خدناها من البنك هتتقسم ازاي؟ مش هتتقسم يا عنيف. نعم؟ ايه؟ ما احنا عملنا كده ليه؟ عملنا ده كله علشان نضمن سكوت منى، بدل ما سيادتك تتورط في جريمه عقوبتها الاعدام. لكن ما لكنش الفلوس دي هتفضل معايا لحد ما ترجع لاصحابها. يا سلام على الرقة. طبعا رقة. انا صحيح مجرم زيكم انما عندي شرف. ده كلام كبير. بتفكر في ايه جوه في حمام؟ بصلي انا اللي بكلمك مش الفلوس. ايوه بيه. بتفكر في ايه؟ انا كنت عايز اعرف بس انتوا اسمونا انتوا عملتوا ايه في منى؟ لا اطمن، منى صحيح مزرجنا شويه
انما ما لقيتش فايده غير انها تشتغل معانا. ما تبصلهاش كتير. انا عينك تتعب. انا بس خايف لحسن حد ياخدهم. ياخدهم؟ ليه؟ هو انت متصور ان في حراميه هنا في الفيلا؟ اعوذ بالله، استغفر الله العلي العظيم، مش معقوله بيه واحنا وش سالك؟ يكون في علمك بقى. الفلوس دي هتفضل معايا انا يا ما اشربش الشاي اشرب الزوزه انا. ايوه لحد ما اوديها بنفسي في البحر. طب ما انا اوديها لك يا سيدي. لا كتر الف خيرك. انا عارف السكه كويس. انا مش عايز اتعبك. تعبك راحه، تعبك راحه يا ما اشفطش الشاي اشفط الزوزه انا. ايوه مع الف سلامه. طريق السلامه، طريق السلامة. قبل ما فتش الاوضه على السلك داخل استخبيت. وعرفت مخبي الفلوس فين؟ عرفت فين. ما تستعجلش، الليل ستر ووتر. اتعلم منكم نستفيد. لا
حمدي بيه هيصدق. انا هعترف له بكل حاجه وهقول له ان انا ورطتك علشان العصابه تطمن لك، والا كان ممكن ياذوكي. وفي حاجه اهم من الكلام. ايه هي؟ الفلوس اللي هنرجعها دي اكبر دليل على انك اتصرفتي كده غصب عنك. يا خبر، فين الفلوس؟ معايا في طنط الجاكيت. ما تخافيش، انت مش ملاحظه ان انا تختخت شويه؟ انت مش كنت شايلهم في شنطه؟ لقيت ما اشربش الشاي بيبص لها بصه ما عجبتنيش، قلت جاكيت اضمن. وسبت لهم الشنطه فاضيه؟ معقولة سيبها لهم فاضية؟ أمال حطيت فيها إيه؟ شغل او روح ونقبض عليك. يبقى نعمل ايه؟ الو، ممكن من فضلك اقدر اكلم حمدي بيه؟ لا يا فندم مش موجود، سافر في مهمه وهيرجع بعد 3 ايام. نقول له مين لما يرجع؟ الو الو، حد سال عني؟ لا يا فندم، لسه واحد قافل السكه وما قالش هو مين. طيب لو حد سال عني من الاداره اقول لهم ان انا خلصت المهمه بدري وقاعد في مكتبي. ما تيجي نروح البيت عندنا؟ هتلاقي البوليس مراقب بيتكم، ولو حد شافك هيحط الحديد في ايدي. وحلاني بقى على ما قابل حمدي بيه واقدر اقنعه. والعمل؟ لازم نستخبى في حته بعيد لحد ما يرجع حمدي بيه مكتبه واقدر اقابله. طب هنروح فين؟ انا هتصرف. قلت لك انهم هيدوروا علينا. ما تخافيش، خلاص مش يلا. المسافة دي كلها علشان نهرب منهم اذا كانوا ورانا. انت ما تعبتش؟ المهم انتي قومي مديلي شوية على السرير عشان ترتاحي. مش خايف؟ من ايه؟ لما تعترف بانك ساعدتني على الهرب مش يمكن يسكنوك؟ المهم تكون انت صدقتيني وقدرتي موقفي. يعني كل اللي يهمك رأيه بس؟ هو في اهم من كده؟ حريتك، مستقبلك. الحقيقة انا ما اعرفش في المواقف اللي زي دي بيقولوا ايه، لاني مش متعود اكلم ستات. انما الحاجه الوحيده اللي اقول لك عليها بصراحه انك بقيتي اهم حاجه في حياتي. هتصبحي على خير وانت من قلبك.